يعد قطاع السياحة أحد الركائز الاقتصادية الخمسة التي حددتها الحكومة، حيث يساهم القطاع بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد أقامت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الخارجية ندوة في متحف العلوم والتكنولوجيا حول التنمية السياحية في إثيوبيا والفرص والآمال والتحديات في القطاع السياحي، وذلك بمشاركة من سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي. قال وزير الدولة للسياحة السيد سليشي جرما أن المنتدى يهدف إلى إظهار إمكانات السياحة وتعاون المجتمع الدبلوماسي من خلال تطوير البنية التحتية في البلاد. የግሉ ዘርፍ ጋር በፈጠርነው መግባባት ተጨማሪ ጉዳይ ሆኖ ያገኘነው የውጭ ሀገር ኤምባሲዎች نعمل في تعزيز علاقاتنا مع البلدان الخارجية، خصوصا مع السفارات والهيئات التي تهتم في هذا المجال والهيئات التي تهتم بمجال السياحة. وكذلك ندعم أصحاب المصلحة والداعمين للقطاعات الأخرى مثل قطاع الزراعة والاستثمار والصناعة وغيرها للتركيز وتسليط الضوء على الترويج عن الاستثمار في إثيوبيا، وكذلك الترويج لقطاع السياحة في البلاد. منزرف ከዚህ በፊት ለሌሎች ሴክተሮች ለግብርና ለማኑፋክቸሪንግ እና ለሌሎች ለትምህርት ለጤና ይሰጡ እንደነበረው ትኩረት ሁሉ لتوريزمم ليو تكرس ستو. وقال أيضا إن الحكومة تعمل على إصلاح البنية التحتية لضمان وراحة السياحة واستمتاعهم. ما سايو يبوليسي دقاف يبوليتيكا دقاف يمدرش على متلا يمسر ومريت لي وردو يمتايوس راوتش. تشهد إثيوبيا تطورا ملحوظا في القطاع السياحي، حيث بدأت الجامعات بالتركيز على المجال السياحي من حيث إعطائه في المجالات الدراسية مثل البكالوريوس والماجستير بالإضافة إلى الدكتوراه، وذلك ليس فقط في العاصمة ولكن في كافة الأقاليم الإثيوبية. كما نعمل من خلال هذا المنتدى على دعم القطاع وأصحاب الحيازات الخاصة في القطاع السياحي، ونعمل ذلك من أجل تعزيز السياحة والاستثمار في البلاد. ምክንያቶች ሰዎች የሴክተሩ ተዋናዮች ተስፋ ቆርጠው ከዘርፉ እንዳይወጡ وأضاف المشاركين في المنتدى أن إثيوبيا لديها إمكانات سياحية كبيرة ويمكن تطويرها وتعزيزها حتى يتم الاستفادة منها في هذا المجال. My embassy really is encouraging more and more Chinese tourists to come to this country. تدعم الصين والسفارة الصينية التابعة لها في أديس أبابا القطاع السياحي في إثيوبيا، كما أن قطاع السياحة في إثيوبيا بات يشهد تطورا صاعدا. كون القطاع السياحي مجالا يعزز في العلاقة الدبلوماسية بين كلا البلدين، فإن سفارتنا ستدعم بشكل كبير لتعزيزه وتطويره للمستوى المطلوب. My embassy is helping to boost this industry. As ambassador of the Kingdom of Morocco to Ethiopia and Djibouti, I strongly believe that there is not only a potential of working together. كوني سفيرة المغرب لدى إثيوبيا وجيبوتي، أؤمن بشكل كبير أنه هناك فرص ومجالات متعددة يمكن أن يعمل عليها كل من إثيوبيا والمغرب. السياحة جزء مهم من تاريخ وإرث حضاري، لذا يجب تكثيف الجهود لإثراء هذا المجال، كما أن إثيوبيا والمغرب سيعملان بجهد لتطوير هذا المجال. And very sensitive to this topic.